احنا طبعا انا مكالمة بن ادريس مركز القدسية محافظة اسيوط. انا شغال مدرس ولكن مع جانب وظيفتي لي املاك ارضي وبتأجر برضو بعض الارض وبزرعها. محصول البنجر بداية من التقاوي. انا النهاردة برن على المندوب اقول انا عايز اتجاوز ارعى بنجر. بيقول لي ارضك جاهزة؟ بقول له ارضي جاهزة. لازم قبل ما اقول له ارض جاهزه لازم يكون في 150 200 حسب المساحه اللي انا بزرعها فلوس ياخدها عشان خاطر التجاوز جيلي. مفيش فلوس مفيش تجاوز. رغم ان في ناس تانية ارض مساحتها ممكن توصل 20 30 فدان او ليه في تبعه فلان الفلاني في ماسك منصب في الدوله او شغال منصب ما في الدوله ده التجاوز جيله لحد البيت. انا في الاول كنت بزرع 15 من 15 ل 20 فدان دي اولا. دلوقتي المحاصيل يعني انا ما فيش اهتمام بيها بزراعه البنجر، فبالتالي انا بلجأ لزراعات تاني، الخضار، البطاطس، للبصل، للقمح، للبرسيم، للبهايم. يعني عايزين نظره، يعني المسؤولين ينظرون لنا نظره، يعني نظره كويسه للفلاحين. يعني كنت بزرع من 4 ل 5 فد، دلوقتي ابتديت ازرع ايه من فدان لفدانين. يعني السنه دي بزرع فدانين بسبب اروح اعمل معاينه للبنجر واجهز الزرعه. يقول لي انت لا ما ينفعش ان انت تاخد كميه مساحه 5 فدان مثلا ارض مساحه التجاوز، لا انت خد نص فدان. مين اللي بيقول؟ المندوب اللي هو بتاع مندوب المكتب. انا كنت عايز ازرع دلوقتي بورت الارض وخساره عليا، وكنت عايز ازرع بطلت من المندوبين دول اللي بياخدوا فلوس والسياره عايزه فلوس، وده ده ما يقول انا بطلت زرع. اثناء زراعه البنجر بصفه عامه لا باجي مرشد زراعه بيسد ولا بنجرك عايز ايه ولا في اي مشكله بتواجهني في البنجر بلاقي حد من المسؤولين المندوب اللي هو موجود او المهندس اللي هو ماسك المركز بتاع البصية بيسال فيا. انا النهارده بيبقى المندوب موعدني ان انا يعني تاني يوم هيجيب لي عربيه النقل تحمل، وبيوعدني ما فيش بوعده. طب جايب انفار بتوصل ل 1000 او 2000 جنيه، انا مش مفيش لده كله بتوصل ل 1000 الانفار تروح عليا. طيب خلاص كلفت وزرعت وجهزت محصولي، برن على المهندس بقول له انا عايز ايه معاد. دي هنا المشكله الاكبر. عاد ساعه ما يقول له انا عايز معاد بيتعبني في المواعيد، بيديني معاد ويخلف فيه وربنا يسهل. واول ما يجي اثناء التحميل ممكن يوم موعدنا على يوم السبت ممكن يجي لي الخميس. طيب في الاربع خمس ايام دول لو انا مقلع البنجر وسبته 3 4 ايام، لو الفدان وزنه 50 طن هيوصل 20 طن، الخساره دي على مين؟ بشيلها انا. النهارده يعني كيلو السكر وصل يعني من 15 ل 18 جنيه. احنا السكر ده مش من هو من بنجر السكر. ليه انت جبت للقصب وجبت للقمح وجبت لكل المحاصيل اسعار ورفعت بنسبه 70 و80%، وسايب المحصول ده ما تنساش ان ده محصول رئيسي برضه في البلد. طيب وديت البنجر الوزن اللي يوزن المصنع هو اللي يمشي عليا. لو العربيه فيها انا عايز اطمن على الوزن بتاعي، طب انا ممكن اوزنه في اي مكان؟ يقول لا ما ينفعش، لا السواق بيرضى ولا المندوب بيرضى ولا المهندس بيرضى. بياخد المندوب الشركه البنجر سواء كان في ابو قرقاص او المنيا او الصعيد او وجب او في الجيزه، يعني بياخدوا المحصول واحنا بنشوفش الوزن. اما يجاول مجاوله صاحب العربيه وصاحب الدنيا كلها، لكن لما يتولاها البنك يكون افضل جو افضل لينا احنا المزارعين. طيب الجزء الثاني، انا بزرع محصول البنجر. النهارده الفدان بيكلفني لو انا متاجر فدان النهارده بتاجر ب 7000 من 6000 ل 8000 حسب نظام الارض بتاع اللي بتاجرها، ويكلف لي عندي 6000 جنيه ب 14000 جنيه. بيكلف معايا الفدان من 12 ل 14000 جنيه. انا عندي الفدان بيجيب يا 35 طن يا 40 طن في 250 جنيه السعر بيعمل له 12000 جنيه، يبقى عندي خساره 2000 جنيه او ما عنديش. ده غير شغال انا السنه كلها ما باخدوش. خلاص السعوديين نسيبهم ويمشوا، هم احنا نكعبهم يعني. خلاص نكعبهم. لا انا مكعبهم على نفسي. لا معلش يا زلمه.